نحمد الله العظيم وبه نستعين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم صدق الله العظيم. حضرة رئيس الحفل الميمون وأساتذة الأعزة وزملائي في الدروس، أيها الإخوة، تعالوا نتصور رجلا قويا نشيطا في بدنه وسليما في عقله، ثم قطعت رجلاه وفصلت يداه وفقئت عيناه وجدعت أذناه ونزع ما في جوفه من قلب وكبد وتحال، ثم ترك، فهل يبقى حيا؟ ولو بقي حيا فماذا يستطيع أن يعمل في حياته؟ فكذا حال الإسلام اليوم، مع أنه جسم كامل متكامل لا يمكن فصل أي جزء من جسمي، ولو فصل جزء من جسمي فيكون ناقصا مبتورا مقطوعا مشلولا. فكما لا يصلح لرجل صحيح الجسم ومتكامل البنية أن يكون مقطوع الأيدي ومشلول الأقدام، فكذلك لا يتصور عن الإسلام بأن يكون سليما متكاملا شاملا إلا أن يؤخذ كله ويطبق كله. أما الإسلام الناقص المبتور فلا يزن عند الله جناح بعوضة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والإسلام الكامل الشامل هو أن تأخذ كله، تأخذ عقيدته وعبادته، تأخذ خلقه وشريعته، تأخذ اقتصاده وسياسة، تأخذ أمره ونهيه، تأخذ إن تبشره وإنذاره، وتأخذه فرديا وجماعيا. أيها المستمعون الكرام، كم نتكلم عن أينقص الدين وأنا حي؟ صاحب هذه المقولة المليء بالغيرة الإيمانية والشجاعة النادرة هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، صاحب رسول الله في الغار ورفيقه في الهجرة ودار القرار، وحقا قال هو وفعلا أتى في سبيل مقولته بالعجائب التي أدهشت التاريخ وجعل نفسه جبلا منيعا أمام الفتن والسجون الجارفة. وأين نحن وقد نقص الدين من أطرافه زحفا زحفا، وقد غزي على أكل داره سرا ودهرا، وشن عليه ليلا ونهارا، وعمل معه معاملة الإنسان الذي قطعت يداه ورجلاه وسدت منافذ حركاته ونشاطاته، ولا يزال اليوم ينقص هذا الدين تحت سمعنا وبصرنا صباح مساء، بل نحن الذين نأخذ من أطراف جسمه وننهش من بدنه وننهش من متاعه، حتى أصبح النقص في الدين ظاهرا والبعد عن شريعته حقا مشاهدا، والانحسار عن أحكامه سمة بارزة. نقص نظامه السياسي وتعطلت قوانينه في الحياة، وحل محله القوانين الوضعية، غاب مفهوم الأمة عن الأذهان، وحل محله مفهوم القومية والوطنية. نقص من الدين مفهومه الشوري، وحل محله الديمقراطية. نقصت مفاهيمه الاقتصادية والاجتماعية والخلقية والعلاقات الدولية، وحلت محلها المفاهيم الأوروبية والقيم الجاهلية الحديثة، وأصبحت مجتمعات المسلمين مجتمعات منحرفة، مجتمعات فاسقة، مجتمعات محكومة تشمل الكافرين والمنافقين، وترى فيها طائفة كبيرة من المنحرفين والسكرين والمبتدعين والفاسقين والثائرين على الدين. وهل يبقى الدين بعد ذلك إلا ناقصا ومبتورا ومسموما ومشلولا؟ ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد، بل يتنفس هو في جو مسموم ويعيش في بيئة منتجة
فتنة لا يجد من الغذاء إلا رذيلا ولا يتناول من الماء إلا كثيرا فكيف يبقى هذا الجسم المصاب إلى مدة مديدة وقد وفرنا لهلاكه كل الوسائل فمن له عينان فعليه أن يرى أن جسد هذه الأمة قد ذلت ركابه وذرعت نفسه وفترت حميته ونهتت أعضاءه واليوم قد وصلت الأمة إلى أن رضيت بخطة الخسف واستنامت إلى المنزلة الدنيئة فوجد الأعداء طريقا ممهدا إليها فغلبوها على أمرها واستولوا على أهوائها وداسوا خلال ديارها واحتلوا بلادها وأصبحت هي خاسرة هينة وجليلة مقهورة. إخواني ينقص الدين ونحن أحياء تنادينا هذه الكلمة الصارخة المجلجلة أن نغار على أنفسنا وأن نرجع إلى ديننا وأن نتمسك بشريعتنا ونضطرب لأدنى نقص فيه اضطراب العليم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.